اهلا وسهلا بيكم. معلش تاني عايز اوضح نقطة مهمة جدا، هي نقطة المنتج الاوروبي والمنتج الامريكي، وايه الستاندرز اللي احنا بنتبع معاها، وكمان ايه المعامل الابروفد اللي ممكن كمان ناخد فكرة عنها. زي ما حضرتك شايفين دلوقتي انا هنا في جوب ديتكتومات ميد ان جيرماني، وده منتج الماني 100%. فلما نيجي نتكلم على الستاندردز، عندنا 2 ستاندرد في العالم، في مدرستين بمعنى اصح، عندنا المدرسه الامريكيه وعندنا المدرسه الاوروبيه. المدرسه الامريكيه عندها ستاندرد وحضراتكم عارفينه، هو ان اف بي اي 72، وفي عندنا الستاندرد الامريكي الاوروبي عفوا، وهو EN54. لازم نفرق ما بين الستاندرد وما بين المعامل اللي ماشيه على الستاندرد ده. ففي مثلا اوروبا، في جرماني مثلا او المانيا، المانيا في معمل خاص بيها، عشان خاطر لما نيجي نعمل ابروفر مع الاستشاريين لازم نفرق ما بين المعامل وبين الستاندرد. في عندنا معمل بتاع الخاص بالفاير الارم وفور تيستنج، طبعا بيعمل تيست كامل على السموك ديتكتورز والهي ديتكتورز، وفي مواصفات خاصه. المواصفات ديت بيبقى من معمل ابروفد، المعمل ده بيدي اكريديشن، بيدي سيرتيفيكيشنز، اسمه الـ VDS، وده مهم جدا لأي منتج ألماني خاص بالفاير ألارم والفاير فايت. في عندنا طبعا بالنسبة للمدرسة الأمريكية الـ NFPA، في عندنا الـ UL. الـ UL طبعا ده معامل خاصة هي اللي بتعمل تيست وبتدي أبروف وبتدي سيرتيفيكيشنز بالنسبة للأجهزة، إن هي باست ذا انفايرمنت، باست ذا اكزام، اتعمل لها كل الاختبارات، وبالتالي بنقول عليها يو ال ليستد. يبقى نفرق ما بين لما نيجي نقدم منتج اوروبي ما نقولش يو ال ليستد الا اذا كان المصنع ده حب ياخد ويدفع فلوس اكتر كمان عشان ياخد الاعتماد. ولكن خلينا واقعيا ان احنا برضو عشان لما نقول منتج امريكي يبقى اليو ال المعمل يو ال ليستد زي ما بيقولوا، وبعد كده نشوف الستاندرد بتاعنا اللي هو الـ NFPA الـ 72. في عندنا دلوقتي بالنسبه للمنتج الالماني عندنا الـ VDS، المعمل هو اللي بياخد الابروفال، وبعد كده في عندنا الابروفال طبعا بناء على ستاندرد، والستاندرد ده ستاندرد اوروبي الـ EN54. بالنسبه مثلا لليوكي عندهم الـ PCB، ده ستاندرد خاص بيه. فما مثلا في استشاريين كتير بيجي يقول لي انت عندك ال بي سي بي، بقول له لا معلش ده منتج الماني، المنتج الماني يعني في دي اس مش ال بي سي بي، ده كل بلد وليها معمل خاص بيها عشان خاطر توافق الستاندرد. ولكن كلهم بيشتغلوا المنتج الاوروبي على ستاندرد واحد، وهو ستاندرد خاص بال طبعا الستاندرد هو الاي ام 54. بس دي معلومه وانا ماشي في الطريق حبيت اركز عليها، وشكرا جزيلا لي.